غزة سكاي جيكس بلشت برنامج الاحتضان والتسريع من 2014، وحتى الآن من 2014 حتى الآن احنا دعمنا أكثر من 50 ستارت اب في قطاع غزة. في 2018 استطاعت غزة سكاي جيكس أن توصل لما يزيد عن 10,000 شخص من خلال ما يعادل 580 ورشة عمل وحدث مجتمعي قامت غزة سكاي جيكس بتنفيذه بمساعدة عدد كبير من المرشدين الخارجيين اللي بتسهل دخولهم إلى غزة. قمنا أيضا خلال عام 2018 بتدريب ما يزيد عن 447 شخص اللي استطاعوا إنهم يعملوا عبر الإنترنت ويكونوا competitive freelancers، ناس قادرة تشتغل عبر الإنترنت وتحصل دخل تجاوز 720,000 دولار. ال 447 شخص اللي قمنا بتدريبهم استطاعوا انهم يدربوا 1300 شخص اخرين، وهذه هي القاعده اللي غزة سكاي جيكس بتحاول تعززها، انه يكون هناك مشاركه وحس مجتمعي من قبل كل الاشخاص اللي بنقوم بتدريبهم.